مرة أخرى أولا غنشكركم لأن اليوم في حقيقة نبيتوا هذا نداء الوطن، ما خصوش يكون اليوم عطلة ولو السبت ولو 6 نوفمبر، خاص يكون النهار اللي كنحتفلوا به بهذه الذكرى النبيلة. علاش كنتكلم بهذه الطريقة؟ لأن هذا النهار مواطنات ومواطنين تجاوبوا مع نداء المرحوم الحسن الثاني لما طلب من المغاربة باش يهبطوا بقوة باش نحروا الأراضي ديالنا، فلهذا قمنا بزيارة اليوم في مدينة سمارة ومن بعد في مدينة العيون باش نبينوا للعالم بأن من 75 اليوم كان هناك تطور كبير كتعرفها هذه المنطقة، وأعتقد بأن هذا اليوم هذا القطاع أو القطاعات كلها خصهم يبقوا يديروا هذه الزيارات شي بحال هاد هي مسيرة نسميوها سياسية اقتصادية واجتماعية باش نبينوا للعالم التطورات اللي كتعرفها هذه المنطقة. والحمد لله في زيارتنا لسمارة وكان هناك واحد تراث تاريخي اللي أولا نعتز به ولا نفتخر به، واللي هو في حقه هو اللي كيشهد على مغربية الصحراء، لأن لقينا تما واحد لابيس آنذاك من وقت العلويين يعني من القرن 19، وهذا بحد ذاته رسالة ورسالة سياسية رسالة تاريخية لارتباط هذه الأرض بالمغرب. وشكرا لكم. ديك المسيرة الخضراء هي مفخرة لنا كمغاربة، هي رمز للتلاحم الملك نصر الله مع الشعب ديالو من أجل الوحدة الوطنية. احنا مع هذه القضية نأمنوا بها بزاف، الله يكمل عينا بخير وشكرا. صارت هذه المسيرة منارا لهذا الجيل الصعيد صاعد تنير له الطريق السوي للقيام بمنجزاته وأعماله لصالح بلاده في إطار المسيرات مسيرات التنمية والنماء التي يخوضها الشعب المغربي تحت قيادة القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.